باش غتعيشي. حتى الموتور اللي كان تيقو يجيب لك عليه القوت دابا الباتريه تسكتو ليه. دابا انا لما ما خدمش لي الموتور انا اللي كنتمحن خاصني ندفع به تنهبطوا الان اس يعطي واحد طلع عندنا هاتي لا هبطتي منها راه واعره. انا كنجيب كيلو بطاطا كنديرو في البلاصه وما داش كيقدهم ولا تعجن جوج الخبزات في النهار ما داش كيقدهم. انا باغي باتريه ديال الموطور ما باغي حتى حاجه قوت تبعت بزاف اخويا حيت وردي ما عنديش تردي باش نشد والو والله خوتي تتمحت. الحمد لله الحمد لله انا ما غاداش نلوح ودابا شحال واحد كيحقرني انا نزهه انا نزهه بيضاء عن الملقى عندي 3 4 البنيات وزوجة الشاد لي وحنا جارنا خويا جارنا معصم ما غاداش نلوحو ولكن دابا هاد الايامات الوقت عندنا تزاحمت بزاف 4 الوليدات والراجل مدويج هاد الخاصة حيت ما كنعرفش نسقمها كتمشي البنيات كيبداو يغوتوا عليا كيقول لي ماما بغينا هاد الحاجه بغينا هاد الحاجه نقول لهم باكم مني كان محرك كيراه كنعطيك كل واحد كنسكتو بحاجه المعيشه قلت لك راه كنقجو فيها وصافي والله ما لك الحمد ومني زادوا علينا مني غلاو علينا هادشي كلشي غلا ما بقيتش كتقولي تحط لك حتى شي حاجه كتمشي عند الخضار كيقول لك نزهه راكي كثرتي بزاف كتمشي عند مول الحانوت كيقول لك كثرتي بزاف باش غتعيشي. حتى الموتور اللي كان تيقو يجيب لك عليه القوت دابا الباتريه تسكتو ليه ما بدا ما الموتور راه عنده احتياجات خاصه الموتور هو رجلي انا رجلي في الدار هو رجلي في الزنقه. دابا انا لما ما خدمش لي الموتور انا اللي كنتمحن خاصني ندفع به تنهبطوا الان اس يعطي واحد طلع عندنا هاتي لا هبطتي منها راه واعره حتى كان والدريه في ظهري عندي طرابيه صغيره عرفتي كيتمحن كنتمحن بزاف اخويا والله حتى كنتمحن باش يجيب ديك اللقمه ديال العيش لوليداته والكرام ولا الكرام ما كيعتقوكش كيوصل الشهر كيجيو يدقوا عليك عندك ولا ما عندكش فهمت عندك السومه الكرائيه ديالكم باش كاين قولي 20000 ريال 20000 ريال باش حنا كاريين دابا ودابا تقريبا يعني الزوج ديالك تقريبا دابا واحد 15 يوم كيف ما قلت هو جالس اصلا دابا الوقت صعيب وميته كيفاش كديروا في المعيشه شنو كتشارك صيفط لنا واحد السيد واحد البركه ولكن هذيك الله كيشدينا من عنده الله يرحم لي الوالدين مع هذا المنبر اللي سمعوها كي صيفطوا انا لقاو عندنا الكريديات حطيناهم وخلنا الكرب ليش الله يرحم لي الوالدين كلهم اللي تعاونوا معنا حنا ما كنكروز زعما كاين اللي كيصيفط لينا ولا ما كيصيفطش لينا ولكن راه قلت لي عيا اللي يعطي ما عيا اللي يشد ماش حنا بغينا نطلبوا من المحسنين يصايبوا لي هذيك المايطه اللي صيفطوا لي قيمه البطاريات باش يصايبهم هذاك هو لقاو ترجلي يجيب رزيق وليداتو يا قليل يا كثير المهم بنادم ياكل شويه وكيطرف شويه ولكن دابا ملي زادوا في الغله وكلشي تمحنا واخا قال لك واخا يضل الخارج واخا ما كتكفيناش مع 4 الوليدات وعندي بنيه كانت مرضيه بالضيقه ضروري خاصني نشري لها الروابز دابا اللي قلتي لي بنتي كنشري لها الروابز ما تيتيقش كنشري جوج روابز عندي كل شهر عندي 10000 ريال ديال الروابز وانا يوم كل ما ديما كنقولها وكيقول لك انا كيسمعك كيصحابني كنكذب عندي الروابز واللي كيدير الروابز راه عمرو يكسب الفلوس واخا تكون عندك الفلوس كتبقاش عندي بنيه دابا راه عندها دابا 6 سنين شحال في العمر ديال الوليدات؟ وحده عندها 6 سنين قولي طالعه في 7 سنين وحده قولي عندها 10 سنين والصغيره فيهم عندها عام كانت ديك الساعه باقا ما زيداش والبنيه الكبيره كاع قولي طالعه في 17 عام راه تبارك الله راه قريبه دير لاكارت وانا كندرت فوالي ما عارف البنيات كون هم معلمه باش كشي مساكن توا ملي كيشوفونا ما عندناش داكشي اللي قسم الله كياكلوه معاك
مكير داوبي ماشي كيقول ماما بغينا ديك الحاجه واخا كيقول لك كيبغيو يقولوا كيسكتوا كيسكتوا علاش راه كيشوفوا الحاله ديالهم اخاص دابا كيتشتاو البرد وهو مال كيخرج هو دابا الموطور كنت انا اليوم والله حتى اليوم كنت غنخرج انا وياه كنت غنخرج نترزق انا وياه الله غنخرج ندير بنتي في داري واخا كاين الشتاء حيت تمحلنا تحاكينا في المعيشه من ولاك وليتي كتاخذي الزيت ولا 2200 قابو داك خنجه ديال الدقيق ولا 100 درهم الخضره وليتي كتمشي تجيبي كيلو د البطاطا اش غيقدر يفك في وليداتك انا كنجيب كيلو د البطاطا كنديرو في البلاصه وما داش كيقدهم ولا تعجن جوج الخبزات في النهار داش كيقدهم كنطلب مع الناس تنزرع ما عنديش كيعطوني غير الناس يقول لي كنزه باش تعجن لوليداتك كيفاش تعجن باش تبقى تقسم الجره مع وليك وكاين الغلا ما كاينش اللي كيعاتقك مازال ملي كانت مرافقه كان بدا يعطيك دابا ولات الازمه ما تلاش كيعاتقك شي واحد سوى الله سبحانه بالا خويا تسمحلنا بزاف قليل ماشي قليل قليل كيشوف ازم يقسم معاك داكشي اللي قسم الله والله يصاوب لينا خويا والله يعاون لا نزه راجلك خليك معاك راجلك واش زعما شي واحد لا تكلف به دار له شي بيعه وشريه وشي حاجه واش يقدر يقوم لا نخدم معاه انا ماشي مشكل لقيت غنخدم معاه ماشي مشكل بنيتي دابا راه كبروا غتوقضوا انا ما كنشوفش بحال هكا شي محسن شي واحد شي بيعه وشريه اللي تقوموا بها ديما ما يبقاش ديما ها يحيد كاع هو ما يبقاش هذه راه الكروسه ندفع به الكروسه يبرك الشيء اللي قسم الله ناكلو حنا مع وليداتنا حنا دركا كيعطي عيا اللي يعطي ما يعيا اللي يشد حيت صعيبه الحاله ديال ربعه ديال الوليدات صغار بالبرد والحاله ضعيفه صعيبه شويه بزاف الدري ملي كيبدا يغوج ما كيعرفش راه ما عندك ولا ما عندكش كيبغي غير ياكل واخا تكون ما عندكش هو باغي ياكل بنتي الكبيره كتقول لي بنتي الصغيره كتجي من المدرسه دابا في التحضيري كتقول لي ماما عطيني درهم كنقول لها بنتي ما عندك تقول لي ماما راه عندك جوج درهم كتقول لك ماما عطيني درهم راه ما عنديش راه عندك كنمشي عند مول الحانوت مول الحانوت ما غيعطيكش كتمشي عند مول الحانوت تقول لي ماما كيقول لها ما عنديش سيري كيجري عليها ايوا شحال قد كبرت ملي لقينا بحال لقينا شي محسنين يتكلفوا بينا بشكريريزه كما كان كما كان اللي كان مهم مهم ندخلوا قوت وليداتنا ان شاء الله يعني شفناكم درتوا واحد القناه في اليوتيوب ودابا شكم واقفين فيها كيفين غاديين كيفاش شنو كديروا كيفاش دابا كنلوحوا دابا كنلوح يوميا كنتلوح يوميا ولكن ملي كنمشي نقول كيوصل الشهر كنقول غنمشي نتخلص خلصه وحده اللي كتشديت فيها 16000 ريال من تما مابقاش خديت حتى حاجه وما عرف الكرسي شد شي حاجه اخرى ما عرفتش كاين يعني دابا القناه واش مبلوكيه لا ما بلوكيه ما ولكن الاشارات مطلوقين كلشي مطلوق ولكن ملي كنجي نشوف ما كنلقى لا خلاص لا والو هي باش طلع لي الدم ما بقيتش كنسجل بغيت شي واحد يوريني كيفاش بغيت نشوف بنتي ما كتعرفش تصايب داكشي ديال الاشارات وداكشي بغيت شي واحد يكون يعرف يوريني يكون شي واحد خاوي ليا الكود ولا داير شي لعبه ديال ليا في القناه اللي كانوا مصايبين ليا القناه ديال ليا شي لعبه كيدوز لهم داكشي اللي كيدوز كان حيت كون كان ما كتخلصيش كيتقطعوا الاشارات كيبقاوش الاشارات يدوزوا دابا الفيديوهات خدامين كلشي خدام وكنسجل ملي بقيت كنشد والو صافي وانا نحبس ما بقيتش كنلوح حتى شي حاجه ما عرفتش منهاش واخا لنا رسالة ديالك المحسنين ديالك الرسالة ديالي يوقفوا مع مول الدار غير يصايبوا لي غير الموتور ديالو ولا شي كروسة نعاونوا بها وليداتنا وليداتي دابا راه كبروا واخا نقدر ندير بيع وشرية ماشي مشكل بناتي راه كبروا نقدر نعتمد على راسي ونبرك وحدايا هادشي اللي كنطلب سي محمد حمودة رسالة للمحسنين انا كنوجه المحسنين اخوتي كلهم الله يحفظهم والله يعطيهم صحيحتهم انا باقي بدري يدي الموطور ما باقي حتى حاجه اخوتي حيت هو الريه ما قدمش اخو حيت تبعت بزاف انا كنشوف راسي تبعت بزاف اخويا حيت هو الريه ما عنديش الريه باش نشد والو والله اخوتي تتمحت والله كم كيدرا كامش والله اخوتي تتمحد بزاف صافي واش داكشي اللي بغى ربي اللي كاين الانسان تمحد بزاف عيد الرجل هنا اخوتي وما كلشي اللي ما عندو الصحة ولا الحياة ولا الحمد لله باغي اجري انا باغي هذاك باش نجي ونجي ما بغيت حاجه دابا عاوتاني شحال وانا مريح دابا شي سيمانه والله كنت انت بحال بالحبس بحال بالحبس اخوتي ما كيبغيش يبرك البركه عدو البرك في الدار دابا ولف ما يبركش وما يخليش وليداته بلاش دابا دار لي غير الموتور دابا انا اللي كنت محل قلت كندفع بيه ونخرجه وكيجي الملل وكيبدا يبكي
اخوتي انا كنوز المحسنين يتعاونوا معايا واخا يكون شي موطور ولا شي بدريات يتعاونوا معايا نز في اجري اخوتي والله اخوتي تتمحد انتم اشعلوا ودابا وقلبوا خدم ليكم انا انتحرق اخوتي والله الا تمحد الله يرحم ليكم الوالدين اخوتي اللي دار معايا المزيان الله يعطيه صحيحته انا اخوتي المغاربه كلهم كيعرفوني ما عمرني كذبت على شي واحد والله يعطيهم صحيحته ما هادشي اللي كنطلب اللي بغى يدير معايا المزيان الله يعطيه صحيحته راه صحيح كلشي اخوتي ويناتهم الله يحفظكم اخوتي الله يرحم ليكم الوالدين